في كل عافية من عين يالو أو العين اللي جاي من بير عبد الحميد بلغة أهل القرية المهجرة. العين هاي كانت تابعة لحد 48 لقضاء الرملة، وبعد الاحتلال صارت تابعة لقضاء رام الله. احتلت بال67. شوفوا في عنا هنا ثلاث أقواس، وفي الخارج شفنا أربع أقواس، عشان هيك إلها اسم آخر بركة الأقواس. هاي العين انبنت في الفترة الرومانية وكانت تستعمل كمسبح. في الفترة البيزنطية أصبحت بير لخزن المياه. هنا عندنا آثار البركة اللي كانت فوق العين. العين هاي جاية من بير اللي بلغة أهل البلد اسمه بير الجبار، وماشية في نفق تحت الأرض وبتدخل لبركة الأقواس. البير أسم نشوفه موجود بالقرب من النخلة والجميزة اللي ما زالوا قائمات، ومنشوف قطعة صغيرة من النفق، مظلم طبعا وصعب الدخول. هذا النفق اللي جاي من بير الجبار. إذا هذيك العين وهاي الجميزة والنخل الصامدة وأشجار اللوز، وهذا بير الجبار. هاي البير من الداخل مي واضح إنه فيه، طبعا السنة في المركز عندنا كميات أمطار كبيرة. كيف مبين البير هذا اللي أنا شايفه؟ على الأقل في هنا 6 أو 7 أمطار. عمق المي طبعا بقدرش أعرف. قرية يالو زي ما حكينا احتلت في 67، كان عدد سكانها بهذيك الفترة حوالي 2500 نسمة. هنا على هاي التلة ما زالت بعض الأنقاض من بيوت القرية اللي كانت أكثر من 220 بيت. كان فيها مدرستين ابتدائيتين، مسجد قديم ومسجد جديد. طبعا التسمية العبرية تاعت العين اللي شفناها عين أيالون ما أجتش من فراغ. أيالون هو الاسم الكنعاني للقرية اللي كانت يومها بمعنى البلاطة. محل جميل جدا في الطريق إلى القدس على الويز عين أيالون. حواليها عنا عمواس، عنا دير أيوب، بيت نوبة، لطرون، كلها قرى هاي مهجرة جميلة ومليان محلات اللي نقدر نزورها. بتمنى لكم يوم سعيد، وبتأمل انكم تعرفتوا على اشي جديد.